ايه يا ماما، انت عامل ايه؟ صوتي ما فيش في حاجه بقى. لا ده انا كنت بخرط بصل، وبعدين البصل كان حامي، ف بس نفسيتي تحزن عليا شويه فدمعته كده. ايوه، ايه المشكله لما كبر؟ يعني ايه المشكله لما كبر؟ انت بتزعقي لي ليه اصلا؟ ها، انت بتزعقي لي ليه؟ وكمان انا عمري رنيت عليك الا لما يكون في نصيبه. ها، انا من ساعه ما اتجوزت انا ما برنش عليك الا لما يكون في نصيبه. انت بتزعقي لي ليه بقى وتوتريني اكتر ما انا متوتره ليه؟ ها، انت بتوتريني ليه؟ لا قولي لي، قولي لي، يعني انت في ايه بالظبط؟ انت تفرحي فيا مثلا؟ يعني انت تفرحي فيا؟ انا هحكي لك، هحكي لك. مصطفى، عارفه مصطفى اللي انا متجوزاه ده؟ ايوه، مصطفى اللي كان متقدم لي بقى، وانت كنت بتاكلي بقى كل ايه، كل ما يجي لي بقى وتقول له مالكش بركه الا هي، ويقول لك دفنين عيني، وفضل يشتغلكوا ويشتغلني. ايوه انا هقول لكم اهو، اشتغلني واشتغلكوا في ايه؟ ايوه، ما هو ما عاملنيش زي ما انتوا قلتم. ها، انتوا قعدتوا تقولوا له عاملها يا ابني واعتبرها زي بنتك واحتويها وكلام من اللي انتوا بتقعدوا تقولوه ده. هو ما عملش كده خالص، ما عملش كده. حتى اللي كان وعدني بيه ما وفاش بيه، ما وفاش بيه، طلع عيل، وطلع عيل النكهه دي ما فيش بعد كده. ها، ايوه طلع عيل النكهه دي ما فيش بعد كده. قاعد لوحده، ها، قاعد لوحده كده في جنب، لقيته قاعد مكتئب كده وزعلان. قلت اروح افرفشه، ايه المشكله؟ في مشكله؟ ما فيش مشكله، يعني انا ما انا مش بتاعت مشاكل، انا مش بتاعت مشاكل. قمت مخليه قاعد، وقمت حاطه ايدي في قفاه. فيها حاجه دي؟ ما فيش فيها حاجه، يعني تخيليها عادي، واحد قاعد كده في امان الله مكتئب، حبيت اروح افرفشه، قمت حاطه ايدي في قفاه. ايه المشكله؟ لقيت كف خماسي نزل على وشي على طول. انا استاهل كده؟ بنتك تستاهل كده؟ دي الوصيه اللي توصاها له؟ ها، دي الوصيه، دي الوصيه اللي بتقول له مالكش بركه الا هي، وما تزعلهاش، ومخها عيل شويه، اه بس بنت فرفوشه. حبيت افرفشه وهو ما فيش عامل ايه طيب؟ قلت له ده انت لو ماسك حرامي مش هتعمل فيه كده، مش هتضربه القلم ده. انا سكت وبلعت جزمه قديمه وقلت عادي، هعدي هعدي، عشان انا واحده اصلا ما بنهارش من اول قلم. لا قلت ماشي يا عم، كنت سقعانه، ها، زي النهارده كده. قلت اروح ايه بقى، افتكرت ان هو كان راسم لي فيلم تركي كده في يوم من الايام وهو بيكلمني ساعه الخطوبه. ايوه خلاص بقى، ما هو بقى جوز، انا هحكي لك، هحكي لك. قال لي ايه بقى، كنت بقول له سقعانه في يوم، فقال لي والله يعني كان الود ودي والله، بصي يعني نجيب مجين كده في يوم نسكافيه، وبعدين بقى ايه نلف بطانيه كده ومش عارف تنام على كتفي، وحوار كده، حوار فيلم تركي جميل. وانا كنت بقول له عيب يا مصطفى وبتاع، بنتك بقى وانت عارفاني، يعني عارفاني بتكسف. ايوه، جيت اروح اقول له يا مصطفى سقعانه، قال لي امشي يا بت بلاش موح دلوقتي، موح انا اللي دلوقتي ممحونه. هو اللي كان بيقول، ودلوقتي انا اللي طلعت، انا اللي ممحونه، بنتك بقت ممحونه. بتضحكي، بتضحكي، انا عارفه، انا عارف. والله الوكيل، الله الوكيل، لو انا بكلم واحده في الشارع وبحكي لها على اللي بيحصل لي، لا هصعب عليها، وده ده انت ده ممكن تديني فلوس كمان، انما انت فرحانه فيا. انا عارفه، انا عارف، انا عارفه اصلا انت قلبك اسود من جوه من ناحيتي، انا عارفه من ساعه ما انا كنت بقعد ايه اعمل ما بسمعش كلامك واعمل فيكي فواصل، فايه فرحانه فيا بقى باللي بيتعمل فيا. لا بس انا مش هنهار، انا مش هنهار، انا مش هنهار يما، انا مش هنهار يا حبيبه قلبي. اني ها اني لاني لا هو بقى، ها اني اني لاني لا هو، وانا بقول لك اهو.